إنها حلقة الانتقالات، ولكن ليست انتقالات لعيبة بل انتقالات مدربين. في احداث وفي لعيبة بتحصل وحوارات كتيرة، وحلقة الانتقالات جاية وكده كده هنعملها. ولكن المثير في هذا السوق والمثير اكتر، الفرق دي مستنية انتقالاتها بناء على المدربين اللي جايين يبنوا مشاريع جديدة. فتعالوا نلقي نظرة على كل اندية اوروبا الكبيرة، الدوريات الخمسة الكبار بالكبار وزعمائها، ونشوف بقى التغيرات اللي هتحصل سواء كانت اقالات او تعيين مدربين جدد. فاعمل لايك يا باشا للحلقه دي لو بتحب حلقات الانتقالات، وخصوصا السبيشال بتاعه المدربين دي عجبتك الفكره. اشترك معنا في القناه، بنقدم افكار ياما مش النهارده بس، على مدار الاسبوع. افتح تنبيهاتك وخليك جاهز. تابعنا على السوشيال ميديا، فيسبوك انستغرام، عندي على تويتر اكونتاتي الشخصيه، موجودين على تيك توك انا وارزع، بص هتلاقينا في كل حته. فيلا نشوف ايه اللي بيحصل في عالم المدربين ومين رايح فين. في حلقه جديده من حلقات رزع الانتقالات. تقول لي بتضحك ليه يا سري كده؟ ارسنال هتغير ارتيتا؟ اقول لك لا، لان احنا حطينا قانون هنا في الاستوديو ان مش انا بس اللي ارقص، كله يرقص. فانا دلوقتي قاعد شايف الاستوديو كله عمال يعمل كده وبتاع، فحاجه جميله جدا. ولكن خلينا في موضوعنا، موضوع المدربين، ونشوف على طول ايه اللي بيحصل، ايه المثير والابرز حاليا. فتلاقي ان صراع الليغا مشتعل جدا جدا بعد اخبار بتؤكد، لو ما تاكدتش رسميا عقبال ما الحلقة دي تكون اتمنتجت ونزلت، ان انشيلوتي يعود الى ريال مدريد. فنرجع ما قبل انشيلوتي وماذا حدث. فبعد اقالة زيدان او رحيله بشكل اثار الجدل بعد كلام من زيزو نفسه اسطورة النادي كلاعب ومدرب، فعيب جدا ان الراجل يطلع يتكلم على قد ايه رحيله كان بطريقة ما عجبتوش، وكان متضايق، وكان شايف انه عيب يحصل ده، ان هو يسمع كل يوم عن اقالته وبيريز بيسرب اخبار ان زيدان هيرحل، شايف ان الموضوع يعني كان بيطلع من الادارة. فتروح على طول لزيزو وتشوف الراجل ده عنده اوبشنات ايه يدرب فيها، فهتلاقي ان قدامه خيارين هما الاقرب. اولا منتخب فرنسا بعد اليورو، وبعد ديشامب لو محققش نجاح اظن ممكن يكون ده مكان مفضل لزيزو. اما عن سبيل الاندية، فهتلاقي ان هذا الرجل ممكن يتجه الى فرنسا ايضا، ولكن في باريس سان جيرمان. تقول لي الله، هو باريس سان جيرمان مش معاه بوشيتينيو ولسه جايبه بقاله 6 شهور وبتاع؟ اقول لك في كلام ايضا بيؤكد ان بوشيتينيو يريد الرحيل، واداره باريس سان جيرمان ما هياش معنده قوي الطلب ده، خصوصا بعد ضياع الدوري لاول مره من سنين كتيره، وشايفين ان الراجل مش عارف يتاقلم مع الفريق. بوشيتينيو رايح فين؟ دي هجيلك عليها قدام في الحلقه، فاستنى معانا. ولكن نرجع لريال مدريد اللي بعد زيدان طلع اسامي كتيره جدا على الساحه. اقربها كان أليجري اللي ذهب الى اليوفي وجايله في حتة ايطاليا، رابع كان كونتي بعد كده الراجل ايضا اللي رحل عن انتر ميلان، واخر اوبشن كان عندنا راؤول جونزاليس. هو فكرة زين الدين زيدان جديدة، الراجل اللي خد الشامبيونز ليج مع فريق ريال مدريد الناشئين، الراجل اللي شايفين ان كاريزمته هتبقى نفس كاريزمة زيدان وعصر الجالاكتيكوس، واللاعب الاسطوري في الفريق والهداف التاريخي. ولكن بنسبة 99% استقروا على من اتى بالعشرة لا دسمة، الراجل اللي جه وحقق نجاح كبير. ولكن تسأل سؤال، هل ده وقت انشيلوتي؟ لو تسألني انا اقول لك يعني انا ما كنتش عايز اصلا زيدان يمشي، الراجل اللي خلالك من التراب ذهب، الراجل اللي بيلعب لك بسكواد ضعيف جدا السنه دي وخسر الدوري على اخر ماتش، الراجل اللي جاب لك 3 تشامبيونز ليج، الراجل اللي ممكن ما ينجحش في حته ولكن مش هتلاقي حد يحتوي النادي واللعيبه ويعرف يطلع منهم حاجه اكتر من زيدان. ولكن خلونا في ارض الواقع، انشيلوتي الراجل اللي جه. طيب تسال نفسك، انشيلوتي هل دلوقتي هو في مكان يقود هذا الفريق؟ بالتاكيد الراجل عنده خبرات عالميه، ولكن نرجع شويه، اقاله من البايرن وفشل، اقاله من نابولي وفشل، وايضا مع ايفرتون ما حققش النجاح المطلوب بشكل كبير او المتوقع، وهي مفاجاه يعني في مراكز الشامبيونز ليج على الاقل. ولكن خلونا ما نحكمش بدري، الراجل رجع تاني من 2012 بعد اللي عمله، ولكن تضمن حاجه واحده مع انشيلوتي، ان جيمس رودريجز راجع ريال مدريد. هيص يا عم بقى، هيص يا عم حبيبك، هو الوحيد اللي هيلعبك في هذا الفريق واشتراك، وفضل يلف يلف لحد ما يرجعه تاني.
طيب لو اتكلمنا عن البارسا، البارسا فيها ثبات الى حد ما تحت كومان، ولكن في تصريح انا سمعتها اكدوا لي لو انتوا برضو اتاكدتوا انها صحيحه من لابورتا الراجل اللي اتكلم وقال لك احنا يعني ما بنفضلش قوي حد زي كومان لو تسالنا انا عن رايي، ولكن لو ما فيش مدربين في الساحه فكومان مكمل، وده في حد ذاته تصريح مثير جدا وقليل الادب جدا جدا، فيبين العلاقه البايظه شويه بين كومان وما بين ايضا لابورتا. ولكن لو تسالنا انا برضو اقول لك انا افضل بقاء هذا الرجل اللي جه في ظروف يا جماعه اسمحوا لي ميته، مع رحيل ميسي وفكره غضبه، مع التمنيات ومع الفضايح اللي قبلها، الفريق في حاله معنويه بتشوفه بيرجع يعمل ستريك عظيمه في الدوري، بتشوف كوره، بتشوف لعيبه ناشئين بتطلع اكتر من وجه جديد، ضياع الدوري من ايده، ولكن لازم تديله فرصه كونه حتى اسطوره، ما ينفعش العلاقه تبقى متدمره كده. ولكن برضو الكلام هتلاقيه متنطور في الجو، تشافي جدد مع قطر فعلا مع السد، ولكن عقده بيقول ان البارسا لو عزته يروح على طول، ومع ذلك لسه ناس شايفه ان تشافي ما استواش قوي. في كلام ايضا على تنهاج مدرب ايكس اللي ناس شايفه انه هيطبق مدرسه عظيمه، وان البارسا لايقه جدا مع الكوره اللي كان بيقدمها في مفاجات ايكس في الشامبيونز ليج، ولكن لا في ثبات. انا اقول لك ان كومان بنسبه ايضا 90% هيكمل هذا الموسم مع البارسا. اما سريعا في الدوري الاسباني فما فيش اي تغيير في الانديه الكبيره، سيميوني بالتاكيد بعد الفوز بالدوري هيكمل هذا الموسم. عندك بعد كده عم امري بعد اليوروبا ليج مكمل في ثبات ودخوله الى الشامبيونز ليج. عندك لوبوتيجي الراجل اللي قدم موسم ايضا كبير جدا مع اشبيليا، هو باقي ومكمل وفي ثبات تام. فين بقى اللخبطه والدربكه؟ تقول لي في الكالتشيو، هو زي ما اللعيبه كده بتتغير ما بين بعض وبيروحوا من بعض، ايضا البازل دي بتحصل في الكالتشيو جامد جدا بعد رحيل مفاجئتين، اولهم كان كونتي من الانتر بعد الفوز بالدوري وبعد تحقيق معجزه طال انتظارها، وثانيها هي تجربه فاشله لبيرلو. فاليوفي بغض النظر انه تاهل في اخر مباراه الى دوري الابطال، ولكن قال لك انا مش في حمل تجارب تاني. اما عن كونتي الناحيه الثانيه فبعد خلاف كبير جدا مع الاداره بعد الفوز وتحقيق بطولات، الراجل شايف ان هو كان عايز يصرف والاداره عايزه تبيع، وده اللي هنجيله في حلقه الانتقالات اللي جايه. ولكن انت بتتكلم دلوقتي على أليجري، الراجل اللي كان اسمه مقرب من الريال، اللي كان كل الناس بتقول انه حان الموعد ان الراجل ده يقود بقى عصر جديد في الميرينجي، ولكن بيرجع تاني مستر أليجري كما لقبوه عشاء اليوفي، وارتاحوا نفسيا. الراجل اللي راجع المره دي يا جماعه غير اي مره أليجري بيدرب فيها اليوفي. تقول لي ليه؟ اقول لك لانه راجع حاطط رجل على رجل. شفته ساري، جربته بيرلو، عرفته ان انا لما كنت بتكلم واتضايقته من تصريحاتي ان انتوا ما كنتوش بتوصلوا دوري الابطال، دلوقتي بتلوموني اني بوصل النهائي وبخسر، كل الناس كانت بتلومه، ولكن دلوقتي رجعوا يمجدوا في أليجري، الراجل اللي ضمن على الاقل الدوريات المحليه والتواجد اللي بشكل كويس في الشامبيونز ليج. تسالني طب يا سري يعني ما كانش ليها حق اليوفي تمشيه؟ اقول لك لا، كان لازم يمشي، كان لازم ياخد على الاقل سنه كده يبعد عن الكوره بعد الخروج من ايكس في الشامبيونز ليج، يرتاح شويه، اليوفي يشوف وجوه جديده فيرجع تاني أليجري، واعتقد انه هينجح ويحقق اثاره كبيره. ولكن لازم تقول مع قدوم أليجري رحيل رونالدو، ده بنسبه كبيره جدا جدا هيحصل في الايام اللي جايه، ويقال ان من الشروط اللي أليجري حطها هم بيع رونالدو وايضا التحكم في الانتقالات كاملا بدون اي تدخل. ايطاليا ايضا مولعه بعد قدوم مورينيو في اول الاخبار اللي اتت لنا من الكالتشيو، الراجل اللي جاي مع احترامنا النادي روما. انا ما بحبش مورينيو، والاستوديو اول ما بجيب سيرته بي 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 بيكسر. الغي الحته دي يا سعيد، مش عايز اتكلم عليه. ارجع تاني واقول لك مع احترامنا لنادي روما، ولكن كان لا يستطيع جلب النجوم الكبيره. دلوقتي مع قدوم هذا الرجل بيتكلم مع دخية، بيتكلم مع شكا حلبوقة، يا ريت ياخده يعني يبقى كومباينيشن عسل وهفرح فيهم جدا، ولكن الراجل بيبحث عن نجوم دايما وبيتكلم ان هو هيبقى اضافه ومثير ايضا في الكالتشيو. نابولي في النص بيطرد جاتوزو بعد فشله في اخر يوم من دوري الابطال والتاهل الى هذه البطوله، فجاتوزو تاني يوم بيمضي مع فيورنتينا. هي بقول لك ايه، جمعيه ودايره. اما سباليتي فبيكلموه من البيت اللي كان لسه بياخد فلوس من الانتر لحد دلوقتي، راجل ذكي جدا من ساعه لما اطرد، وفي شرط كده ان هو لو ما دربتش هنديك فلوس، هو قاعد بيقبض فلوس، حتى جاءه عرض من نابولي عشان ياخدهم سباليتي ويجرب تجربه جديده ايضا ممكن تكون مثيره مع فريق هجومي. ميلان ثابت مع بيولي بعد نجاح التجربه بعد مفاجاه ومركز تاني في الدوري
الدوري الإيطالي والتأهل لدوري الأبطال. جاسبريني مع أتلانتا وأيضا المفاجآت الثابتة بيحافظوا على المدرب حتى الآن، بعد كان كلام كبير إن جاسبريني ممكن يروح اليوفي، ولكن بيرجعوا كل واحد في طريقه وبتثبت الدنيا. لو رحلنا على البوندشليجا وتلاقي بقى انهم داخلين بعنوان الشباب الشباب هيخلوا عيشتكم هباب، فتلاقي البايرن بعد نجاح كبير جدا لفليك بتسمع عن اخبار مفاجأة كانت ليا شخصيا، وهو يعني تعيينه كمدرب بعد اليورو لمنتخب المانيا. فهنا يطلع خواكيم لوف في لستة المدربين الفاضيين وايضا هنتكلم عليه. ولكن المانيا بقى ونفس اللي بيحصل في الدوريات ايضا بيحصل هناك، فتلاقيهم على طول بيروحوا للجار، حد متجرب في الدوري بتاعي يبقى نروح لمين؟ العبقري نيجلزمان والبروجكت الكبير اللي عمله مع لايبزيج. مش بس ده كومبو ميديام يعني اكسترا شيز مع اوبوماكانو اللي جاي من نفس الفريق اللي ممكن تلاقي تعاقدات بتحصل اكتر من هذا الفريق الغلبان. ولكن لايبزيج مش هتروح بعيد، راحت سالزبورغ نفس الشركه زي السيتي جروب كده، ريد بول جروب، بيروحوا على طول يخلصوا المدرب بتاع الفريق النمساوي. اما عن ماركو روز في نفس الدوري مدرب بروسيا مونشنجلادباخ، الراجل اللي دورتموند من رأيي ايضا هتنافس بشدة عبقرية ناجلزمان مع هذا الشاب اللي في الـ44 برضو، مدربين صغيرين جدا بيمسكوا اكبر ناديين في المانيا. فلو عارف ناجلزمان وانجازاته شوف كورة بروسيا مونشنجلادباخ الهجومية جدا بمعدل 2.5 في الماتش، كورة عبقرية. الراجل بيتجرب بقاله سنتين في البوندس ليجا ناجح جدا وبيدخل الشامبيونز ليج مع بروسيا مونشنجلادباخ. الراجل اللي لو ما تعرفش هذه المعلومة لعب تحت قيادة كلوب في ماينز وخد منه كتير. الراجل اللي نجح جدا في سالزبورغ في النمسا وحقق معهم كل البطولات المحلية وكان عامل ايضا بمعدل 3 أهداف في الماتش هناك. فاعتقد ان هنشوف كورة حلوة جدا من ناجلزمان ومن ماركو روز على من يفوز بالدوري. عايز اعرف رأيكم مين هيبقى افضل، وشايفين مين ممكن يحقق النجاح الصغير اللي عمله مع النادي الصغير ده بانجاز كبير. اما في نهاية الحلقة تقول لي بقى سري كلمني على انجلترا زي كده، فكرة الانتقالات بتاع اللعيبة بتبقى اكبر فقرة، ولكن يؤسفني اقولك ان التوب 6 او التوب 7 عشان احشر ارسنال فيها فيهم سكينة كبيرة ومحدش عايز يغير مدربه. فجوارديولا ثابت وسولشاير مش هيتغير بنسبة كبيرة جدا بعد الثبات الانفعالي والبروجكت اللي شايفه. ادارة مانشستر يونايتد ثابت جدا، ارتيتا بفضل الله مكمل معانا ان شاء الله وبنعمل انتقالات حلوة جدا هكلمكم عليها برضو. كلوب بالتأكيد ايضا مكمل، براندن روجرز مفيش كلام على ان هو يتغير حتى الان. ولكن لو بصيت كده حواليك هتلاقي ان نادي واحد عايز مدرب وهو توتنهام. توتنهام اللي اقال جوزيه مورينيو في الموسم اللي فات قبل الكاراباو كاب وقبل النهائي اللي داخل عليه، وبيأتي بطبعا مدرب لاعب ما عندوش اي خبرة، ولكن بالتأكيد هو مؤقت جدا الوضع حتى يأتي دانييل ليفي اللي مش عبيط بمدرب عنده خبرات كبيرة. فبتشوفه بيجيب جوزيه مورينيو بيدفع له فلوس قد كده وبيدفع له شرط جزائي، فبالتاكيد هذا الرجل هيبحث عن مدربين كتير. مين على الليست دلوقتي؟ خشلي على كونتي. ايوه كونتي، الرجل اللي بيتكلم حاليا مع دانييل ليفي وبيتكلم على الاستثمارات، بيتكلم على اللعيبه اللي عايز يجيبها، بيتكلم انه يشوف هل ممكن ينافس بالفريق ده ولا يكون صعب بعدم وجوده في اليوروبا او حتى دوري الابطال. في كلام تاني على مين؟ في كلام تاني على خواكيم لوف اللي قلت لك من شويه جاي لك الكلام، هيرحل بعد اليورو. توتنهام يحتاج الى مدرب عنده خبرات، فخواكيم لوف ايضا اوبشن موجود بقوه، تبقى مدرسه حتى المانيه وشكل جديد جدا ممكن نشوف توتنهام بيه. كلام على مين؟ كلام على مارتينيز مدرب بلجيكا، الراجل اللي كان بيدرب ايفرتون اللي هم اصلا برضو كلام ان هو يرجع وبيخاطبوه لو انشيلوتي طلع الخبر صحيح ورسمي. ولكن لو جينا لبلجيكا اقول لك اخبار في السريع، عم هنري يعود كمساعد مدرب مره ثانيه عشان طلب لوكاكو وطلب المهاجمين على استفادتهم بهذا الرجل معهم في كاس العالم وحصولهم على الميداليه البرونزيه. ما تتوهناش يا سري، وارجع واقول لك توتنهام مين هيدربها، اقول لك المفاجاه قلت لك عليها بعد رحيل بوشيتينيو، بعد طلبه بيتكلموا مع دانييل ليفي. ما تيجي تاني بوشيتينيو، الدنيا كانت حلوه وشامبيونز ليج وفاينل وسونو وهاري كين، يمكن تقنعه يا اخي ولا حاجه. فدي برضو اخبار فعلا طالعه بقوه ان الناديين شايفين ان نجاحهم كان مع بعض وهو الحل يعني الاقرب لو فعلا
باريس استغنت عنه. اوبشن اخير وقوي وهو نونو سانتو، الراجل اللي ايضا رحل بعد 4 سنين من وولفز، الراجل اللي عمل انجاز كبير مع الفريق، الراجل اللي كون مدرسة برتغالية ممكن نشوفه بيحققها في توتنهام، ام اصلا يدرب منتخب البرتغال نفسه لو بقى فرناندو سانتوس محققش النجاح المطلوب في اليورو اللي جاي، وممكن يكون فعلا ياخد فريق وولفز ويلعب بيه اكنه بالظبط البرتغال، مش هيختلف كتير بوجود بس رونالدو وبرونو. وبس يا رزيعة دي كانت حلقتنا، ودي كانت الاخبار عن البازل والمكعبات والخد والهات والحاجات الغريبة اللي بتحصل في السوق عن المدربين. قولولي رأيكم، شايفين مين هينجح جدا؟ شايفين مين مدرب لسه ما عندوش نادي دلوقتي بيدربه هيروح له قريب قوي؟ توقعات، احب اسمع رأيكم دايما. اعملوا لايك لو الحلقة دي عجبتكم، اشتركوا في القناة، عايزين نوصل الرزيعة لمليون رزيع. شكرا جدا بعد طلبي ليكم الشهر اللي فات، وصلنا وعلينا جدا فرق عن الشهور اللي فاتت، فدايما لازم اشكركم على مجهودكم يا رزيعة. تابعونا على الفيسبوك، تابعونا على مواقعنا على التواصل الاجتماعي كلها عشان تعرفوا كواليس البرنامج وتبقى عارف الحلقات اللي بتنزل قبل ما تاخدها مفاجأة في وشك كده. غير كده ما عنديش، وكفاية رزعة قوي لحد كده. حلقة اوسخ 11 نظرا للكومنتات، بتتحضر وويليام بيحضرها معايا، ما تخافوش.